بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا في الفيديو اللي طاف الاكتيفيشن انرجي والتمبريتشر ديبندنس اوف ريت كونستانت. خلينا نشوف هالسؤال هذا ويا بعض. يقول لي which of the following is a wrong statement، عباره خاطئه for a first order reaction. اول شيء يقول the plot of ln a versus time gives a straight line، وهذا كلام صحيح. the order of the reaction is 1، اي نعم هو قال لي first order. the rate constant has the unit of s اس minus 1، صح. The half-life time of the reaction is independent، يعني ما له علاقة ولا يعتمد على the concentration of the reactants. إيه تذكرون كان ln 2 على البتاع، صح؟ فما له علاقة بال concentrations. The activation energy can be obtained from the plot of ln A versus time. The activation energy EA، شلون كنا نرسمها؟ كنا نقول لن الكي على واحد على التايم، معناته هذه العبارة شنو؟ خطأ. هذا السؤال فكرته حلوة. يقول لي the activation energy اللي هي الإي A of a reaction whose rate constant، الريت كونستنت ماله increases by a factor of 10، يعني يتضاعف 10 مرات. الكي يتضاعف 10 مرات. When the temperature is increased from 3.3 to 333، لما أزيد درجة الحرارة من هذه إلى هذه يتضاعف الكي عندي 10 مرات. شنو الـ activation energy؟ يعني أنت بتقول لي إن كان عندي كي وتحول إلى 10 ضرب كي. ليش؟ لأني رفعت درجة حرارة من 3.3 إلى 333. فهذه هني K1 وهذه T1 وهذه T2 وهذه K2 اللي هي 10K1. 10K1 هي نفسها K2. أوكي، نحط القانون ونشوف هل ممكن نطبق ولا لا. راح أقول القانون مالي يقول لن K1 على K2، يعني K1 على الK2. الK2 هني كم تساوي؟ تساوي 10K1، يساوي الاكتيفيشن انرجي على الار اللي هي 8.314 ضرب التي 1 ماينس التي 2 3.3 ماينس 333 على 3.3 ضرب 333 اللي هو حاصل ضربهم. افتكر الكي 1 تروح مع الكي 1، يعني يصير هذا 1 على 10. 1 على 10 يا جماعة الخير بالآلة الحاسبة نطقها ونضرب فيها الحبيب هذا، راح يصير عندي سالب 19.14 يساوي E A ضرب هذيل الحلوين، راح نحسبهم، راح نقول 3.3، تمام. طقطقهم بالآلة الحاسبة راح يطلع وياي سالب 0.3. خلصنا. بعدين نقسم هذه الصوب الثاني تحت، راح تصير عندي الاكتيفيشن انرجي تساوي 63.7 اللي هي يعني تقريبا 64. يقول هنا the activation energy for the reaction is كذا، هذه الاي اي. the rate constant is كذا، هذا الكي 1 منت والسالب واحد، لاحظ هذا بالمنت، at كذا هذه T1. at what temperature شنو T2 in Kelvin will the rate constant be كذا كذا in minute اللي هو الكي 2. شلون نحسبها هذه؟ لاحظ المجهول عندي الحين هو T، لذلك الفورم اللي راح استخدمها من القانون راح تكون ln K1 على K2 يساوي الاكتيفيشن انرجي على الار نفس ما احنا متعودين. اللهم اخر شيء اسهل لي اني افصل التي عن التي، لان انا بواحدة منهم، فاستخدم هذه الفورم اسهل لي في الحل. طبعا الحين بتسألني انت، بتقول لي استاذ هني منت والسالب واحد وهني منت والسالب واحد، احولهم سكند؟ لا ما يحتاج. تدري ليش؟ لان احنا قاسمينهم على بعض اصلا، فراح تروح المنت مع المنت مش فرقة، فيبقى التعويض بالأرقام. فكر المسألة حلت نفسها خلاص. لن الكي 1 يساوي 7
فاصلة سبعة ضرب عشرة أس سالب اثنين على الكي تو اللي هي واحد فاصلة خمسة ضرب عشرة أس سالب اثنين يساوي الأكتيفيشن إنرجي 24.5 على لحظة قبل على 24.5 شنو؟ كيلو جول بير مول يعني ضرب عشرة أس ثلاثة لأن كيلو لازم أحولها إلى جول بير مول على اللي هي 8.314 اللي هي الآر في الواحد على تي تو راح تظل مثل ما هي ناقص الواحد على تي ون اللي هي 500 وسكر القوس. صعد هذا كله فوق راح أطق هذا بالآلة الحاسبة وأطق هذا بالآلة الحاسبة أعطاني هنا تقريبا 1.636 وهني لحظة خنطقها 2.95 ضرب 10 أس 3 ويظل هذا 1 over T2 هذا 1 over 500 ونسكر القوس. وبعدين هذا الحبيب راح أقسمه تحت هني فراح يعطيني 4 وين هذا 4.63 يساوي 1 over T2 minus 1 over 500 وهذه القيمة السالبة راح أوديها الصوب الثاني بإشارة موجبة صار عندي يا جماعة الخير هني 2.46 ضرب 10 والسالب 3 يعني سيت أكتب هني ضرب 10 والسالب 4 تمام هذه القيمة تساوي 1 over T2 إيش بقى هذا نبي نقلبه فنقلب هذا وياه يصير واحد على القيمة هذه فالتي تو إذن تي تو راح تساوي واحد over 2.46 ضرب 10 السالب ناتج يطلع تقريبا 406.5 هذا بسبب التقريب بعيد شوي عن هذا لكن لأن أنا قربت وايد هني بهالأرقام اختصارا عشان لطوالة هني يقولي which of the following symbols refer to the activation energy. وين الاكتيفيشن انرجي هني؟ الاكتيفيشن انرجي يا جماعه هي من الرياكتنتس الى اعلى نقطه يعني هذه بس هالمسافه اللي هي تمثلها ب. زين شوف وياي الامبورتنس اوف مولكيولر اورينتيشن. اورينتيشن يعني شنو؟ يعني الاتجاه او الطريقه او الوضعيه. For simple reactions التفاعلات البسيطه اللي هي تصير between atoms frequency factor A هو the frequency of collisions between reactants احنا قلنا frequency factor ايش كثر التصادم الذرات فيما بينها خلاص لكن لما يكون عندي complex reaction يصير في موضوع ثاني ان orientation factor يعني takes place او يصير considered نحسب حسابه شنو orientation factor هذا شوفوا ياي هني عندي تفاعل بين جزيء وجزيء خلاص هذين الجزيئين اذا تفاعلوا وتصادموا مع بعض يعطوني هالشكل فيصير من NOCl و NOCl يعطوني 2NO و Cl2 لكن لابد ان هذا التصادم يكون بطاقة كافية اللي هي الاكتيفيشن انرجي ويكون باتجاه صحيح اللي هو الاورينتيشن شوف هذا التصادم كذي لما تصادموا من ناحية الذرة الحمراء صار ineffective collision ineffective يعني غير مؤثر collision يعني تصادم وهني لما حمراء اصطدمت مع الخضراء صار أيضا ineffective collision مع أنه ممكن الطاقة كافية في هذين الاثنين الactivation energy موجودة لكن الorientation اللي هو وضعية التصادم أو طريقة التصادم أو اتجاه التصادم غلط هني صار التفاعل ليش؟ لأن الذرة الخضراء اصطدمت بالذرة الخضراء اللي هم الكلورتين هذول وخذوا بعض فهذا سموه effective collision يعني منه فائدة مؤثر سوى التفاعل فالorientation هني صح وهني غلط إذن الorientation factor يا جماعة الخير is how molecules are oriented relative to each other شلون مصفوفين هذه الجزيئات بالنسبة حق بعض يعني شلون كل واحد مواجه الثاني
لازم تعرف ان هذه البي او الاورينتيشن فاكتور از يونتلس، ليس له وحده. ات مايت ايكوال 1، احيانا يساوي الواحد اذا كانت الرياكشنز بين اتومز، لكن كل ما صارت الرياكشنز كومبليكيتد كل ما صار هذا اقل من الواحد اللي هو الاورينتيشن فاكتور بين المولكيولز، راح يكون اقل من واحد، ممكن يوصل الى 10 اس سالب 6 او اقل بعد. قلنا قبل شوي ان اذا صار عندي effective collision راح يصير عندي formation of products، يعني ينتج عندي نواتج، لكن اذا كان ineffective collision there are no products formed، ما ينتج عندي شيء. راح نستبدل في القانون اللي قبل شوي اللي هي معادلة أرهينيوس، نستبدل الـ A بـ PA، ما راح تكون A بروح، هذا for complicated reactions. شنو هو الـ P؟ الـ P هو الـ orientation factor. هني يقولي which of the following statements is incorrect، يعني خاطئة. طبعا أنا قريت سؤال قبل لا أقول لكم إياه، فأدري شنو هي الإجابة الخاطئة اللي هي C. in general، يعني بشكل عام، as the temperature goes up، كل ما زادت التمبريتشر ارتفعت، the reaction rate stays the same، يظل مثل ما هو الـ K. وهذا الكلام خاطئ، معناته راح نختارها. يا رب تكون استفدتوا والحمد لله رب العالمين.